تحياتنا لكم. كمان قلنا انه حنتكلم عن ظاهرة التشرد والاطفال اللي بنلقاهم كثير في الاسطبات، وممكن في عز البرد هم يكونوا نايمين تحت الكبارد، نايمين في الخيران، في حتات متطرفة، وبيكون بالنسبة لهم مشكلة كبيرة. عايزين نتكلم عنهم، عن نواحي نفسية والنواحي الاجتماعية. الظاهرة أصبحت الآن بصورة كبيرة جدا، بنسعد جدا بأنه يكون موجود معنا دكتور زين النور الزين، استشاري نفسي. أهلا وسهلا بك، صباح الخير يا دكتور. يا مرحبا، صباح النور وصباح الخيرات علينا، وصباح طيب إن شاء الله على جميع المشاهدين إن شاء الله. مرحبا بك يا دكتور زين في صباح ده، وتحية لك وتحية لكل متابعي صباح طيبة. لو جينا نتكلم عن ظاهرة التشرد، يعني ممكن تكون هي شنو أبرز الأسباب اللي بتؤدي لنا إلى ظاهرة التشرد اللي إحنا الآن بنشوفها في المجتمعات، مش المجتمعات الفقيرة، يعني الآن حتى المجتمعات المعاصرة، حتى المجتمعات المتعلمة أصبحت في جزء كبير من ممكن يكون من داخل حتى العاصمة بنلاقي إنه في أطفال متشردين. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، حقيقة ظاهرة التشرد أرغت كثير من الأسر وكثير من المهتمين في المجالات النفسية والاجتماعية بما لها من مضامين وبما لها من أسباب وإفرازات سلبية على المجتمع. فبنلقى دائما يعني الأسباب الرئيسية بالنسبة لها اللي هو الطلاق الناتج عن سوء الاختيار الشريكين في الحياة الزوجية، بحيث أنه يختار الزوجة المناسبة والزوجة اللي بيكون كفل لهذه الزوجة عشان يخلفوا أسرة وتخلف أبناء، وبالتالي تكون هي مسكز أمام الأمر وتعمل على إنشاء وإنزال توجيهات الله تعالى إلى الأرض. فالطلاق هو واحد من هذه الأسباب اللي بتخلي أنه الأبناء يعيشوا تجربة مريرة بأنه ما يعيشوا حياتهم كما ينبغي، أنه بكل طفولتهم وبكل إشباعهم. فواحد من ضمن هذه الأشياء. اثنين، الجانب عدم توفير البيئة الصالحة بالنسبة للأسرة في الحي في المعني، كذلك عدم وجود المال أو الوظيفة المعنية اللي بتخلي أنه الزوج يقوم بدوره تجاه زوجته من مأكل ومشرب ومأوى. قد تكون برضو الأمراض النفسية، الأب يكون مريضة والأم مريضة، وبتمر علينا حالات كثيرة بأنه الأسرة مستقرة لكن في واحد من الطرفين الاثنين مضطرب نفسيا والبيت بيبقى فيه صعوبة، فبتبقى عدم الانسجام. في مشكلة كبيرة جدا، يعني من زي ما ذكرت في الجوانب المعاصرة، أنه مثلا الأب أو الزوج يكون في رتبة عالية أو يعني وظيفة اجتماعية مرموغة، لكن بيكون شغله شاغله تماما، يعني من الصباح بيجي آخر اليوم عشان يوفر لقمة عيش هنية. فالأولاد الأم ممكن تكون ضعيفة، ما قدرها تقدر تتحكم في الأبناء، قد يكون دخلوا مرحلة المراهقة شوية أو هذه المرحلة، فبالتالي في عصيان على الأم أو تمرد. ف بنلقى الأبناء دائما بيلجوا لرفاق السوء في بعض الأحيان لأنه في فراق كبير جدا ما لاقينه، فبالتالي يبقى في إدمان، في اعتماد على المخدرات أو الانحراف، وبالتالي بتبقى الأب تعامله هنا سلطته صعبة وتعامله صعب. أنا بمجتمعي واجتماعياتي ابني يكون بهذا الشكل، فبالتالي بيكون في قسوة، فبيخلي الأبناء ينقوا عن البيت لخارج، لأن البيت جهنم ما غير جاذب، فبيكون برضو واحد من الأسباب. فمن هنا الدعوة لأنه الآباء ياخذوا بالهم من أبنائهم، على الأقل يوفر مساحة كبيرة من الزمن لاحتضانهم لمناقشتهم. بقول دائما غابت الصينية الغداء والمؤتمر الأسري، ففي تناقش كل المشاكل وكل الحاجات الموجودة، فبالتالي يكون في فجوة كبيرة. فالمشاكل كثيرة والأسباب هي أعمق. يعني جميل، يعني ظاهرة التشرد من الظواهر اللي مش منتشرة بس في السودان لكن عالميا هي أصبحت من الظواهر اللي بتأرق الحكومات بصورة كبيرة جدا. خلينا نتكلم برضو في الجانب الاجتماعي، يعني ظاهرة التشرد بالنسبة للمجتمع ككل هي بتأثر عليه، وبتأثر على الاقتصاد، وبتأثر على حتى الشكل العام للحياة اللي بتكون موجودة. بنلقى أنه في كثير من الناس هم نفسيا بيكونوا يعني متأثرين من موضوع أنه في ظاهرة التشرد. خلينا نتكلم عن الانتشار للظاهرة في المنطقة المعينة، يعني بنلقى في مناطق معينة بتكون فيها تكدس كبير لظواهر المتشردين، بتكون بالنسبة لهم زي حتتهم كده، فالمناطق اللي حوالينا الناس اللي بيكونوا موجودين بتكون متأثرين اجتماعيا، فهي ظاهرة تأثير وتأثر. كلمنا عن النقطة دي تحت. طبعا هي هذه الظاهرة يعني ظاهرة كبيرة جدا للفشل الإداري والفشل الأسري في أنه تحتوي أبنائها، فبالتالي بتبقى يعني الأبناء بيطلعوا إلى منطقة بحيث أنه بعيد من البيت، يعني ما الأسر والأهالي ما تصل أيديهم لهم والتواصل إليهم، فيمشوا لبيئة نائية. هذه البيئة بيكون هي يعني جاهزة بالنسبة لهم وفيها كل الأمان اللي يبحث عنه من مخابي أنه يختبوا فيها، وبالتالي يمارسوا حياتهم بالطريقة اللي هم عايزينها باعتبارهم مشردين، باعتبارهم فاقدي السند، باعتبارهم هوملس، يعني ممكن نقول عليهم. فبتعاطوا السليسيون، بتعاطوا المخدرات، بتعاطوا الأساليب عامة الترهيب والقتل والتعذيب وكيفية الحصول على الأموال لأنه يحصلوا على الحاجات الديبندنت المعتمد عليها بشتى السبل. فبتكون المنطقة هي شنو؟ هي جاذبة لهم لما فيها من هذه الأشياء، وبتكون دائما مناطق طرفية أو مناطق يعني بها عربات موقفة للصيانة بطريقة كبيرة، أنه تكون مخابي بالنسبة لهم أو خيران.
الاسره او الاسر الاحياء او الحي ذاته اللي بيكون مضر منهم لانه بيتعود على السطو، فكل ما يلقوا بيت فاتح ويلقوا شبابيك فاتحه بيحاولوا يخشوا عشان يسرقوا او يكسروا او يشعلوا النيران او يغتصبوا الطالبات او الطلاب اللي بيكونوا ماشيين للمدارس، التلاميذ او الاطفال الصغار، فبحيث انه هم يعني عندهم فراغ كبير وعندهم يعني سلوكيات ابنورمال ما طبيعيه، فبالتالي بيكون ضغط الاسر خوفا من هذه الشريحه في منطقتهم بيعادوهم. فلما الأسرة تعادي هذه الأبناء أو على الأقل تكون يعني صورة كبيرة عنهم أو اشمئزاز بالنسبة لهم، بيولد حقد بالنسبة لهذه الشريحة وبيزيد من معاناتهم بطريقة أكبر، وتتلصصوا لهم متى ما خرجت أو سمحت لهم فرصة أنه يسطوا على بيتهم عشان بيعملون معاملة غير حلوة. فبنلقى بعض الأسر بيدوم الطعام بيدوم الأكل، ولف واحد عاوز يسطوا عليهم بيقول لهم للبيت ده لا، ليه؟ لأنه بيحسوا أنه بقدم لهم الحاجة اللي هم محتاجين لها. فيبقى محاربة المجتمع لهذه الظاهرة بتولد أعنف الظواهر، وبالتالي هذه الأماكن المفروض يعني تكون فيها رعاية الأشبال أو رعاية المصحة ولا الوزارة العالية الاجتماعية، بحيث أنه هي متوفرة يعني عندها أدوار كبيرة بأنه تحتويهم وتحل المشاكل. ولكن الحل ما بكون بالطريقة الكبيرة، ينبغي أنه في حلول أخرى، حلول اجتماعية، حلول نفسية، ليه؟ لأنه هذا الشخص في عنده اضطراب كبير جدا، محتاج لعلاج دوائي، محتاج علاج اجتماعي وعلاج أسري عشان الأسرة تحتويه ويرجع زي زملاء. جميل، مرحبا بك من جديد وتحية لكل الناس اللي بتابعنا الآن، وبنذكر بأرقام التواصل حتظهر لكم إن شاء الله الآن أسفل الشاشة، وكمان بإمكانكم متابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحة طيبة أو عبر البث الحي والمباشر www.طيبة.tv. دكتورة زين، اتكلمت عن إنه الأطفال المشردين ديل ممكن يكون يشكلوا عصابات السطو والجريمة، لكن بنلاحظ مع الأوضاع الاقتصادية السيئة ممكن في الأول تكون الجماعات دي ما ظهر لنا، لكن كل ما ازداد الأمر سوء من ناحية بتاع الاقتصاد أو ازداد أو حدة الفقر، بنلاقي إنه الجماعات دي أصبحت بتظهر بصورة كبيرة جدا، وبتتفشل أمراض الجرائم وحتى عمليات السطو. يعني بتبقى إنه الناس كل يوم مفتحة عين على إنه ممكن تحصل جريمة حتى لو كان في عز النهار. طيب طبعا هذا أو هذه الظاهرة ما نراها الآن بظاهرة النيجرز. الآن نعم لهم كمية من الأسلحة البيضاء، الصواطير والسكاكين والمطوى والذي منه. فلما نكون الفقر بقى محتدم في المنطقة، فبالتالي بيحاولوا أنهم يعني يضعوا يدهم على كثير من الأشياء، لأنه دارين يلبوا حاجاتهم زي ما يقول هرم ماسلو، أنه الحاجة للغذاء يعني أبسط الأشياء. فهنا بتكون المزل هي بطريقة كبيرة، لأنه ما لاقي ما يأكل. حتى مش اللي زول يا أخي أنا دار أخلي الشغل بتاعي ده، دار أخلي البلطجة دار أشتغل، لكن لما نعاين لهذا الشكل لهذا الإنسان بهذا الشكل الرسم الملابس وعدم التعليم والتفاصيل، فما بقدر أنا أملكه مكتبي أو شغل أو أيا كان الوظيفة اللي أنا بديها له، فبيحس أنه المجتمع ما قادر يوفر له وظيفة عادية. فهنا تبقى في المشكلة، بزيد العناد وبزيد التغلغل داخل المجتمع وبتصهر بطريقة كبيرة. وكانت زمان كانت حاجة بسيطة وفي مناطق نائية، حتى عصابة المودر والمواتر يعني بدأت تنتشر بطريقة برضو مخيفة في الأوضاع الحالية، فبتلقاها بدأت حتى الناس بيتجندوا في تجنيد عديل. في ناس اليوم الطريقة بتاعت السطو، في ناس لطالبات الجامعات الشنط في الأسواق والمواصلات بتخصصوا، في ناس لعملية المواتر، في ناس يعني عندهم كمية من المجالات، وحتى بكون عندهم شخص غايد فجوكي وعنده بعض المسميات، فهو اللي بيأمر وبينهي، وبالتالي كل ما سلبوا الناس بيجي بخطوه عنده وبزع عليهم بالتساوي أحيانا. ولما نشوف بعض الجماعة اللي قاعدة تسمع كلامه بحاول يزيد لهم شوية في الهبات اللي بيكونوا جنوها أو تواصلوا عليها، فبالتالي بتوقع أنه كثرت هذه الأشياء بتدل على أنه في فراق في المجتمع، إن كان على الجانب الشرطي مثلا لحماية المجتمع، وإن كان على الجانب الأسرة، اللي أنا أخلي ولدي بطريقة أخرى يزيد ضغط المجتمع ويبقى مع هذه الشلة. إذن معناه أنا مفروض أراغب نفسي أنا وراغب أسرتي، راغب تصرفي مع أبنائي، لازم أنا ولدي ده إذا كبر أنا أخاوي وصحبه عشان يديني كل اللي عنده. فالحلول في أنه كل أسرة لو راجعت نفسها ما بكون في تجمعات كبيرة، بغض النظر عن القمع والشرطة وتعمل على سجنهم أو اقتيادهم إلى المكان لعملية الإصلاح والتفاصيل، فبكرة بينتج تاني شخص آخر. الناس ما لهم أسر، فبالتالي بتبقى تتعدد أسباب انتشارهم، ولكن بيبقى الهدف واحد في أنه كل أسرة بتطلع فترة جديدة، بتطلع جيل جديد من هذه الأجيال المعاقة، أنا بسميها معاقة يعني مجتمعيا لأنه غير طبيعة المجتمع. فبنحتاج لعملية بتاعت يعني دراسة كبيرة، وفي دراسات كثيرة اتعملت على طلابنا في الدراسات العليا، لأنه يشوف لنا كل هذه التفاصيل أسباب وعلاج وطرق التعامل معها. الأسباب اللي أنت ذكرتها يا دكتور عن إنه أسباب عموما التشرد هي أسباب مختلفة ومتباينة، النسبة الكبيرة منها أول الأطفال الأكثر منهم اللي هم بيكونوا نتيجة عن إنه الأم والأب هم انفصلوا، أو نتيجة لإنه حصلت مشاكل بيناتهم. عموما المشاكل الأسرية المادية، ظروف الحياة صعبة الضاغطة، جزء كبير منها ممكن يكون في لحظة انتقال الطفل من مرحلة لمرحلة،
بتكون بالنسبة له نفسيا، هو بلاقي ضغوطات من البيت، عاوز يعيش حريته، عاوز يعيش عمره، بيلقى كثير من الشباب والأولاد اللي حواليهم، فبيفضل حياة الشارع. ممكن كثير من الإحصائيات بتقول إنه 92% هي نسبة الأولاد المتشردين و 8% نسبة الإناث. ليه دايما بنلقى إنه نفسيا كده النسبة هي للأولاد أكثر من الإناث، وهم اللي بيكون عندهم التمرد بصورة كبيرة؟ طبعا نسبة المجتمعاتنا السودانية عامة، يعني الولد ممكن يجي داخل ساعة واحدة صباح الموضوع إيزي، لكن البيت بعد المغرب فبتبقى الأمر يعني ما طبيعي، بتبقى في مشكلة خوفا عليه. اتغرست هذه القيم وهي الحقيقية وقيمة، يعني قيم إنسانية معتقة في نفوسنا، فبالتالي لما تصل لمرحلة أنه الإنسان عايز يطلع خارج طور وسلطة الأسرة فبيحمل معه هذه الأشياء مرسخة في اللاشعور عنده، فأنه دائما بتكون نسبة الأولاد أكثر لأنه ما معلمهم عليه خوف أكثر من البيت، ممكن يعني تصاب بأي إن كان تحرش من قبل المجتمع لأنه هي عرضت نفسها فبالتالي تمشي لجهة تانية، ممكن تكون ستات شاي مثلا أو مثلا خادمات في البيوت أو بعض الحياة اللي بنسميها هي وظائف وهامشية لكن كريمة، أنه توفر الدخل بالنسبة للشخص المعني دخل كريم، ولكن بيبقى نسبتهم كبار لأنهم يعني قادرين يتعاملوا مع المجتمع وقادرين يعني يتعايشوا مع نفسهم أنه ما يتحصل لهم إشكالات. فالنسبة بيزيد بطريقة كبيرة، و852 من الشباب في الشهور الفائتة أنه هي كبير جدا في الإصلاحيات، ولسه الآن يعني في دراسات ولم يعني تحصل عملية بتاعت إدماجهم في المجتمع بطريقة سليمة أو توفير وظائف معينة عشان على الأقل تكون في حلول جذرية. جميل، تواصل أكيد معاك. التحية لك، وتحية لأم سبا من القضارف. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام أم سبا، تفضلي. الله يحييك وعافية. الله يحييك، مرحبا بك. الله مرحبا ام سبا. تمام والله، الله يبارك فيك. والله في الظاهره دي كثيره كثيره، حتى في اولاد مشردين والله، والاضاعات والمخدرات والتجاره الخضراء. واحدين تشوفين تواد امها تقول لك انا ولدي ما بسوي كده، نعم ينقص. اها والله حتى في حته كده هناك والله عندنا بيجوا شنو اولاد ناس وعندهم حاجات اصليها وعندهم حاجات يشمموا شافي، والله العظيم الظاهرة دي قايده الله يدي العافية. والوحدة لو طلعت تلقي باب بيبدأ مطبلة والله، يفتحوا بزينات يسرقوا القروش والعندة تحت. والله العظيم الأمهات لما تجي توري تشوف يعني توري الأم أقول لك لا والله ده ما ولدي، ولدي ما بسوي كده، سويت لي ولدي سمعة وهنا تخلي انت عملت صعب مرة واحد. تسمعي ان شاء الله التحليل من دكتوره زين. شكرا لك يا ام سبا. الله يعافيك وربنا يحفظكم ان شاء الله ويحفظ كل السودان. يعني هو ممكن يكون ده نفس المحور اللي انا عايزه اساله، بيبقى مساله التخوف في فتح نقاش مع والد المتشرد او الزعيم العصابه اللي بيكون في حي، يعني بيكون معروف خاصه الناس يعني كثير من الاحياء، او احنا في السودان يعني الحته ضيقه وبطبيعي احنا شعب مضياف، يعني حتى الشخص لو جه سكن في حله جديده بتلاقي انه الناس كلها عرفته كده. لكن بنبقى مساله عندنا تحفظ على او ما عندنا الجرأة في انه احنا نمشي ونتكلم مع اهل الولد ده مباشره. يعني هو الحمايه الاسريه بتوفر الاسره في عمليه الدينيه للانكار انه ولدنا من الناس ديل، فهنا بيزيد عناد الابن وتخليه انه يعمل سلوكيه ثانيه طالما انه امي بعدين بتقول له ولدي ما مع الجماعه. فلو الناس الاسره راغبت تماما سلوك ابنها بطريقه كبيره مراقبه لصيغه داخل البيت داخل الاوضه مع شلته واصحابه، بنقول الاتراب الانداد مما كان الرفاق السوء، حتى ان كان شخص اخر يتابعه بطريقه ثانيه على الاقل يعرف لما تعرف الاسره انه ولدهم ده عمل من سلوكيات ما طبيعيه. بعد كده اذا جاني خبر من برا ما عشان انا كاسره لي وجودي ولدي مضطرب تقليل مشان الاسره، ولكن ضياع للاسره وضياع للمجتمع وضياع للسمعه بعد ذلك لما يتم قبضه متلبس ويودوه للشرطه ويودوه لعمليه الاصلاحيات، فبتبقى المزل اكبر من كبيره. فبعض الاسر فاي زول مشرد عنده امه تماما، ان كان يختلف حتى ان كان مجهول النسب ان كان، ولكن برضه لدى اتمن وين. فبالتالي الاسر هي اللعبة دور كبير جدا بعدم تربيتها ورقابتها بالنسبه له، فلذا بنلقى أن الاسر هي السبب الاساسي في عمليه التشرد ان كان بعدم تربيتها وان كان بالحمايه له او النكران انه ولدهم هو من ضمن هذه الفئه. هم نفسهم بيكون يعني الزعيم اللي بينصب عليهم بيكونوا عندهم احساس انه هو الزول ده قادر يحميهم تماما، وعارفين انه ما بيخضعوا او يرضعوا الا للسلطات، يعني اذا تم البلاء التبليغ عنهم في الشرطه. بالضبط كده، فعشان كده نحتاج لأنه الأسرة لازم تكون عين واعية مفتحة على أبنائها عشان ما يحصل أي إشكالات. والشرطة بحد ذاتها تعامل تعامل راغي جدا معهم بأساليبهم وعملية التعامل وامتصاص الصدمة بالنسبة لهم.
الحاله النفسيه للمتشرد ممكن تكون معقده شويه يا دكتوره زين، بانه ما نحن ما حنقدر نتعامل معه بنفس الطريقه اللي بيتعامل بها المريض النفسي باعتبار انه هو شخص سوي، لكن ظرف ما خلاه هو يتشرد. فكيف بيتم التعامل معه اذا هو عاوزين مثلا يلموا شمله مع اسرته، او حتى عاوزين يرجعوه لدور ايواء اذا كان هو فاقد للسند، كيف بيتم التعامل النفسي معه؟ طيب في البدايه بيتم تصنيف الشريحه دي والابناء ذاتهم اللي حصل منهم هذا السلوك. اول حاجه الجانب العمري، اذا كان فوق 18 فبالتالي هو راشد وبالتالي يبقى في الاصلاحيه، انه يكون داخل الاصلاحيه ويعلموه صنعه نجاره حداده اي تفاصيل، ويكون عمل تهذيب وتربيه وتدريب وعلاجات ان كان مضطرب اضطراب نفسي بعلاجات الادويه، وان كان هو واعي العلاجات النفسيه تعديل السلوك اللي بنسميها سي بي تي اللي هو العلاج المعرفي السلوكي. فاذا كان اقل من 18 بيكون جناح الاحداث عندهم منطقه الاشبال في جريف الاصلاحيه، بحيث انه يتم تعليمه من جديد وتاهيلهم، وبالتالي نفس الطريقه للاجراءات الدوائيه ان كان في جانب دوائي يتطلبه، وبالتالي يبقى عمليه المعالجه من الاخصائي النفسي، من دراسه الحاله مع الاخصائي الاجتماعي، من الجوانب الدينيه، وعمليه تاهيله من جديد الريهابيتيشن. فدي من ناحيه هي عمليه تعمل على او اجراءات طبيه يعني مجتمعيه تعمل على صيانته وتاهيله. فبالتالي بعد ما يمر من المرحله بعد فتره من الزمن فبشوف ميولهم، ممكن تجي عن طريق الرسم، انه الانسان يرسمه ونشوف هذا الشاب رسم شنو، هذه الرسمه بتعبر عن ميوله، طوالي مباشره يمشي لعمليه شنو؟ انه في هذا المجال ان كان رسم حاجه متعلقه بالصيانه او كذا، يمشي على صيانه السيارات ويبقى حسب ميوله. فهنا بتكون اللي هو عمليه التاهيل والتعامل معه. التاهيل حسب الحاله النفسيه له طبعا، لانه بيكون في مختص من قبلكم، وبناء على التحليل بيتم توجيه الشاب حسب الرغبه اللي هو عايزها. نعم. بتواصل معاكم حناجي مع اتصال خالتنا الرباطيه. الو السلام عليكم. اهلا بك يا مرحبا. الحمد لله عافيه، كيف انت؟ تمام والله، مستعداكم بس يديك العافية إن شاء الله، تسلم يا رب. الله يخليك، تفضلي. لو متابعنا اليوم نتكلم عن ظاهرة التشرد والأبعاد والآثار النفسية والاجتماعية. نتكلم عن التشرد، نتكلم الدكتور ده عن المخدرات. التشرد ده بدأ يسمى من الجنوب، بدأ يسمى البنزين. أطفال مشردين بيرقدوا في المجال تعبانين، ناس شاردين من بلدهم أساسا يعني بضروب الغاز. لكن بالنسبه للمخدرات، المخدرات هسه معروفه لنا في التلفزيون، الولد شايفها واللي شايفها والراجل شايفها، لكن الجايبه منه ويحطوا في التلفزيون ده عشان يخجل، عشان يعاقبوه يسحبوه في الخلاصه في الشرائط يعرضوها، ما يجيبوا كذا ده الجايبه عشان يعاقبوه. الناس بتتباع زيها وزي اي سالي وزي اي فول. صحيح، احنا بنتمنى كل الناس هم يكافحوها يعني على الرباطيه. يعني لو سمحتي لي، احنا لما نعرض مخدرات في التلفزيون مش بغرض الترويج، لا بغرض المعرفه، عشان لو واحد من الشباب ديل يتعرضت عليه وما يتغشى ويفتكر انها مسكن عادي او هي عباره عن بنادول، ممكن لو واحد اغراه خد راسك واجعك. فهي الغرض منها مش الترويج، هي لتوعيه وتثقيف المجتمع بمختلف شرائحه. كويس، جبنا الزول ده كده الناس اللي بيجيبوهم اصلا. هي السلطات بتبحث على الموضوع، يعني بتخش كيف والتصريح كيف وكيف بيتم تداولها. كلامك صح، في جهات مختصه، لكن احنا من قبلنا كاعلاميين قبضوا قناديل بالفور الريزمات في التلفزيون يدورونه عندما يجيبوه يعاقبوه. صحيح، احنا ما عاوزين اصلا تدخل يا خالة الربع طبيعي. احنا اصلا ما يعني كل فئات المجتمع هي بتحارب دخولها اصلا للبلد، بحيث انه خليتها كانت بطرق اساسيه دي ما في ممنوعه من ان هي تدخل، اكيد بتدخل بطرق ملتويه يعني. طيب اتكلم عن الدكتور عن النادر ده، الان ده كان نادر ده محجب الناس، هذا واحد قبضه ما في، احنا غارينا المعاقب. تمام، هو الدكتور الزين هو استشاري نفسي بيحاول يحلل الاشكالات اللي بتجي من الساده المتصلين من الجانب النفسي. احنا ما بنعاقب، يعني العقوبات لها جهات المختصه، لكن احنا بنحاول نفرتق الموضوع من ناحيه نفسيه ونشوف الابعاد بتاعته النفسيه لكل المجتمعات. خلال بطاريه شكرا لك، وانا اتمنى من السلطات طبعا اكيد تكون رادعه وتتخذ الاجراءات القانونيه الصارمه لكل هؤلاء. حتى هي لو لاحظت تكلمت عن شم البنزين، يعني ممكن تعرض في بنزين في البلد، ممكن يكون في البيت في 3 4 5 عربات
لكن ما معناته انه انتم يا شباب امشوا شيلوا بنزين وشموه، يعني احنا بنعرض الجانب الخطا عشان نوعي حتى الامهات برضو عشان يعرفوا انه الحاجه دي هي ممكن تكون مصدر لادمان وياخذوا حذرهم منها، يعني نعم. مش بس للاولاد لانه انتوا احذروا الحاجه دي او امشوا اعملوها حتى الامهات امشوا اعملوها تمام. طيب دكتوره زين لك التحيه من جديد. المتشرد ان صح القول يعني اذا دخل الاصلاحيه وتم تاهيله وتعافى تماما من الاثار السلبيه النفسيه اللي كانت مترتبه عليه، وبعد ما يطلع ممكن يكون في رواسب بعدم تقبله للمجتمع ويكون حاسس بانه الناس بتنظر له بنظره يا اخي انت في يوم من الايام كنت زول متشرد او كنت زول بلطجي او زول متلمع على شله ما كويسه. فكره انه ندمجه في المجتمع ويعيش مع الناس بطريقه طبيعيه بسيطه كيف ممكن تكون؟ طيب هنا لازم من الوعي والتكثيف للمجتمع. ليه؟ لانه يعني هذا الشاب في البدايات تسبب لي انا بالذات مثلا جاره بمشكلات كبيره جدا وتزيد من هذا شديد في شتى الجوانب، بالتالي تم بلغت عنه وتم احتواءه وتدريبه وتاهيله، بعد فتره بيراجع المجتمع. انا بعد كده لما انا اكون متلقي معلومات كويسه يعني اتملكت معلومات، لما انا ثاني من جديد اباشره بنفس المعامله اللي كانت قبل عمليه او احاربه يعني، فثاني من جديد بيصحصح عنده عمليه العناد وعمليه انه ينتقم من جديد. ليه؟ لان انا كنت السبب في تبليغه وعقابه وسجنه وضربه مثلا ان كان تلقى حاجه زي دي. فبالتالي انا لما اتعلم الجانب بتاع التثقيف ان انا اتعامل معه كويس، فبعد كده بقلل رغبتي منه وبتعامل معه تعامل عادي، برجع للمجتمع بطريقه كويسه بيقول الناس يتقبلوني. اذا المجتمع هنا عامه محتاج لعمليه شنو؟ عمليه ريهابيتيشن، تاهيل في حد ذاته، انه ما نباشر الناس بالاسلوب الغير طيب، لانه تبسمك في اخيك صدقه. نعم. وصدقه هي سلاح يعني، فلما انا اشوف ابتسم واتعامل معه بطريقه حلوه وفي المصارعه ادفع عليه شويه في تفاصيل معينه مثلا، فبساعده على انه هو يكون شنو متوافق مع المجتمع. ولكن محاره المجتمع حتى يركب جنبي انا ممكن ازيح منه شويه كده في المواصلات، بحيث انه ممكن اكون انا شايل له سكين زي ما قبل كده ضرب له زول، اكون خدت انا في ذهني، فهو ثاني يرجع لعمليه المحاربه. فلا بد من المجتمع انه يكون لصيق بعمليه التاهيل وعمليه المعرفه التعامل معهم كيف التعامل معهم بسبب حلو اي بدون اي اشكالات او مشاعر طريقه تعيده للمربع الاول. دكتورة زين يعني احنا وصلنا خلاص لخواتيم المساحة دي، لكن انا يعني بعزي انه في سبب كبير جدا لتشرد الاولاد ممكن يكون الكبت الكبير اللي بيمارسوه الاسر والام والاب على ابنائهم، بحيث انه هم خايفين عليهم من المجتمع، خايفين عليهم من الظواهر السالبة اللي ممكن تكون موجودة، فبيعزلوهم من المجتمع، بالتالي بيتولد داخلهم احساس بالقهر بالكبت بانه ما عايزين يعيشوا حريتهم. رسالة اخيرة للام والاب بحيث انه يقدروا يربوا ابنائهم تربية سوية وفي نفس الوقت متزنة. خلينا أقول أنه جاتني حالة في العيادة قبل كده بأنه واحدة من الأمهات شافت أولادها يعني ما طبيعي، فبعد فترة اكتشفت أنه سائق الترحيل بيسجر، فأثناء ما الولد قاعد بيكون راكب قريب سائق الترحيل وبيسجر طوال، يتعود على التدخين السلبي فتأثر تماما يعني. فلما عرفت الطريقة دي الولد يتكلم مع أمه كان في صراحة، فأمه وقفت الترحيل تاني ما يمشي مع رأس الترحيل، باعتبار أنه بعض الناس ما بسلوكياتهم الخاطئة علموها للأطفال أثناء الترحيل للمدرسة أو للبيت، فبالتالي بيبقى أنه يتعود على هذه المادة وبقى مدمن. بعد كده حاول يفتش سيجارة من أي زول، وبدأ الناس يشافوا أنه زول صغير بسجر، وصل مرحلة أنه سيجارة تاني اللون الأخضر أو البنجو مثلا القنابس، وبالتالي وصل لسلوك غير طبيعي وكان سبب. الأسر ينبغي أن تراقب أبنائها في تصرفاتها، تراقب عملية الترحيل إن كان أو عملية المدرسة الشلة أو عملية الزمان إن كان الجامعة أيا كان الفئة المعنية. أنا ضربت على سبيل المثال التحيل الترحيل وليس كلهم طبعاً. ولكن حالة طبعا يعني ولكل مجتمع شواذ يعني، فالناس بتنسى سلوكياتهم، فبالتالي يكون هو هذا سبب مباشر. نتمنى أن الأسر تراقب رغابة كاملة لأبنائها. جميل، شكرا جزيلا دكتور الزين النور الزين استشاري نفسي، نورتنا في صباحات طيبة وإن شاء الله يسعد يومك. الله يبارك فيك، نوركم سابق، تسلموا إن شاء الله.